السلام عليكم، اللي مع وصفات معيدة راح نديرو طاجين البسباس. يعني طريقة تنفع للضياف، تنفع عندك مناسبة تقدري ديريها. رانا في وقت البسباس. هنا عندي عندي 3 حبات بسباس، يعني بعد ما غسلته نحيت له داك الزيادة. واش ندير؟ نحكم الحبة نقسمها على 2، وهذا التحتاني مدا بينا ما نحوش لانه هو اللي يشد لنا هاد العرف هادوما، ونزيد نقسم الحبة على 4 بهذه الطريقة. اذا نقسم البسباس تاعي كامل حبة على 4، هذا ما تنحيش لانه هو اللي حيشد لك البسباس تاعك. هنا بعد ما قطعت الحبات تاعي بهذه الطريقة، ندير لهم شوية تاع الملح، نلحم مليح، ندير لهم شوية تاع فلفل اسود، ونديرو في الكسكاس. إذا نحطهم في الكسكاس، نغطيهم ونديرهم يفورو، يعني نغطيهم بالغطاء تاع الكسكاس، نديرهم يفورو حتى كيدخلين الموس في البسباس طيبه طايب. نحيه نخليه يبرد ونرجع لكم. الوقت اللي البسباس تاعي كان يفور، هنا وجدت اون صوص بيضاء عادي، الدجاج قليته بشويه زيت شويه زبده، بصله شويه تاع الحميصه، ملح، فلفل اسود، وشويه تاع القرفه، مرقتهم وخليتهم يطيبوا. نخلي شويه المريقه تاعي تخسر ونطفي عليه. البسباس تاعي هنا بعد ما طاب ها هو فار، خليته لازم خلوه يبرد باش تقدروا تحكموا فيه. هنا عندي كميه تاع جبن مثلثات ولا جبن تاع، المهم جبن طري. هنا عندي جوج حبات بيض كنت خلطتهم، وعندي كميه تاع لاشابلوغ. واش ندير؟ اذا نحكم هذاك البسباس نسيي كيفاش نفتح ما بين هذوك الورقات. تبعوني، عمليه سهله. ندير شويه تاع فرماج بهذه الطريقه، نزيد الثانيه، ندير هنا شويه، راح تكفي هذه الكميه. بعد نديرها في البيض، ونديرها في لاشابليغ، نرمدها في الخبز يابس ومطحون بهذه الطريقة. زيي فقط كيفاش نسقمها، يعني هنا نقدر نتحكم فيها، ان شاء الله تكونوا تلاحظوا فيها فقط بهذه الطريقة. زيد نرمدها مليح. هنا ها واجد البسباس تاعي، نديرو نكمل كامل الكمية اللي عندي. بعد ما كملت الكمية اللي عندي نسخن المقلة، نديرو فيها شوية زيت ونسخنها. اذا نبدأ نقلي في البسباس حتى يحمر من كامل الجوانب. نبدا بكم يعني النار ما تكونش قليلة لانه كلش طايب، نحمره من برا فقط. نقلبهم اذا نحمرهم كامل. بعد ما حمرته كامل مليح نحيه، ماذا بينا نديرو على ورق ماس، نقصلو شويه ليدر كما نشوفو حمرنا مليح. هنا نبدا نحي فيه، كمل نقلي حبيبات لي بقاولي ونعاود نرجع ليك. طاجين البسباس تاع نهار اليوم هو معنا واجد، كملتو قليتو، قدمتو مع الدجاج وص بيضه، شبحتو بشويه تاع المعدنوس والقطعة تاع الليمون. فقط حبيت نقسم لكم شويه من البسباس، يعني بسم الله نشوفوا فقط كيفاش جانا. نقسموا هذه القطعه، يعني شوفوا شحال طري، خلوه يطيب فقط مليح باش يجيكم شباب البسباس تاعكم. ها هو محشي بالجبن بلا صوص بيضاء، والله غير يجي روعه كتغيير فقط. رانا في وقت البسباس، نوجدوا من وصفات ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وجربوها. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.